مجدي. اهلا يا ابني، اتفضل. معلش يا طنط، انا اسف اني جاي في وقت متاخر كده. مش متاخر ولا حاجه يا حبيبي، ده بيتك. اصلي كنت عايز سميره عشان اسالها على حاجه في امتحان بكره. سميره نزلت يا ابني، قالت لي ان في درس في الكتاب مش فاهماه، خطفت رجلها لحد بيت الدكتور عبد السلام يشرحه له. كنت فين؟ ابدا، فوت على بيت الدكتور عبد السلام اساله في حاجه ما لقيتوش. يا هانم، انت بره بيتكم من ساعه ونص. طب بس ما سحقش، تعالى نخش جوه لحسن الناس تاخد بالها. تعالى. انا عايز افهم ازاي بتروحي بيت عبد السلام بالليل ولوحدك. مجدي، عبد السلام والدته واخواته البنات ساكنين معاه وكلهم اصحابي وبيزورونا. صحيح طبعا، لكن ده مش معناه انك تبطل غيره. انا عايزك تفضل مشعل على طول. عارف يا مجدي، نفسي في ايه دلوقتي؟ ايه؟ احطك على صدري وغمض عيني واموت.